نحييكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، ونتواصل مع هذه الانطلاقات الشوط الخامس الخاص بالحول المحليات. حظ على المركز الاول سعيد يابر عبد الله ياتي مع مقدمه هذا الشوط. ننتقل الى المركز الثاني سمحه عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي، بينما المركز الثالث الشاهينيه لمحمد بن سعيد بن محسن الفلاحي، والمركز الرابع تتواجد ذهيبة عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي، خامسا اليمامة سعيد بن خليفة بن زهرة، وسادسا تتواجد في الخمرية عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي، بينما المركز السابع هي منصورة جاسر بن سالم بن حمد العويسي يتقدم سابعا، وثامنا احتلال مظفر بن محمد بن خموشة العامري، تاسعا تتواجد فيه ايضا حشيمة الحميد بن محمد بن حارب الشامسي، وعاشرا سمحة عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي. العودة من جديد إلى المقدمة، العودة من جديد إلى الصدارة من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا الإبداع القوي الذي يظهر بهذا الشوط. هذه هي المقدمة. حظ سعيد بن يابر بن عبد الله ياتي مع المقدمة ومع المركز الأول خلال هذا الانطلاق، وخلال أيضا هذا الإبداع القوي في انطلاقة هذا الشوط ومنافسة هذه الأسماء التي تظهر أمام حضراتكم خلال هذا الانطلاق وخلال ايضا هذا الاداء المميز. هذه حظ ما زالت على المركز الاول. المركز الثاني اليمامة سعيد بن خليفة بن زهرة الخيالي يتقدم، والذهيبة تصل في المركز الثالث. عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي يقدم أيضا هذا الاسم في هذا الانطلاق. المركز الرابع تصل أيضا هنا وتتقدم الشاهينية. محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي ياتي مع وجود هذا الاسم في المركز الرابع.
المركز الخامس تتقدم منصورة، ياسب بن سالم بن حمد العويسي يأتي أيضا إلى المركز الخامس خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا الإبداع القوي من خلال هذه التحديات المثيرة والإبداعات المتميزة التي تظهر بوجود هذه النوعيات. بينما المركز السادس وصلت أيضا هنا سمحة عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي يتقدم بوجود سمحة اللي خذت المركز السادس خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا الإبداع القوي في انطلاقة هذا الشوط في تحدي هذه الأسماء التي تظهر أمام الجميع. العودة إلى المقدمة وصلت أيضا تقدمت في هذه اللحظات الشاهينية عبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري يصل أيضا في المركز السادس خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا الأداء المميز في انطلاقة هذا الشوط في تنافس هذه الأسماء القوية المتنافسة لتحقيق المركز الأول. ولكن بن سهرة يغير مستوى الشوط مع وجود اليمامة سعيد بن خليفة بن سهرة الخيلي يأتي مع المقدمة يأتي مع المركز الأول بالانطلاق الرائع. بينما بالصايغ يصل بالصايغ من الجانب الآخر يتقدم مباشرة مع وجود ذهبة عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي يصل في المركز الثاني حظ لسعيد بن يابر بن عبد الله تتقدم أيضا على المركز الثالث بمنافسة قوية بانطلاق قوي خلال هذا الإبداع والانطلاق المثير والأداء المميز الذي يظهر مع وجود هذه النوعيات المتقدمة لتحقيق المركز الأول مع لوحة الكيلو متلاخير. بن زاهرة سعيد بن يابر بن عبد الله يتقدم أيضا من خلال هذا الانطلاق على المركز الثاني الشقي يأتي في انطلاقة هذا الشوط. بينما ثالثا لعبد الله بن مهير بالصايق المزروعي تتواجد في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق والإبداع الذي يظهر مع وجود الثلاث المراكز الأولى. تابعوا الأسماء القادمة من الخلف، تابعوا الأسماء القادمة من الخلف المنطلقة وسط أجواء التحدي والتنافس نحو المراكز المتقدمة. وبن زاهرة يتواجد على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول تنطلق بالمقدمة والصدارة من خلال وجود أيضا هنا مشاهدين الأعزاء هذه الكايدة أو هذه اليمامة سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيالي يتقدم مع وجود اليمامة لتسيطر على المركز الأول بهذه السيطرة لدى المقدمة والمركز الأول خلال هذا الانطلاق. هذه هي اليمامة فقد سبق وشاركت في نفس هذا الشوط في الأسبوع الماضي وفي السباق الماضي، اليوم تشارك لتنطلق بانطلاقة ذاتية تلقائية على مقدمة هذا الشوط خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع القوي، حيث سجلت سابقا توقيت زمني مقداره 8:09 واليوم بلا أوامر تحقق الفوز والناموس هي أيضا اليمامة. تهانينا لسعيد بن خليفة بن سهل الخيالي على فوز اليمامة بالمركز الأول بلا أوامر ولا منافس على الإطلاق. المركز الثاني لسعيد بن يابر بن عبد الله، بينما المركز الثالث 30 وهي ايضا لعبيد بن مسلم بن عبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور، رابعا لعبد الله بن مهير بالصايغ، خامسا عند اللجنه. 8 بلا اوامر اليمامه، الاسبوع الماضي سجلت 8:09 اليوم 8 وفاء وتماما بلا اوامر. تهانينا لمالك سعيد بن خليفه بن زاهر الخيلي.